موجز الأخبار مشاهدينا الكرام من قناة من القاهرة، أهلا بكم. تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تشكيلها، وتتضمن الدفع بوجوه جديدة من الشباب والمرأة. وأوضحت مصادر لقناة تم في تصريحات خاصة أن هناك توسعا في تعيين عدد نواب الوزراء، وأن عدد نواب الوزراء المرشح تعيينهم يتراوح ما بين 13 إلى 16 نائبا. تستطلع دار الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بعد مغرب اليوم الخميس هلال شهر شوال لعام 1439 هجريا لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك. وكان خبراء الفلك أشاروا في وقت سابق إلى أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان، وأن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك. أكد وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار حرص مصر على دعم علاقات التعاون التعليمي والبحثي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك تطوير الشراكة بين المؤسسات العلمية المصرية والأمريكية. جاء ذلك خلال لقائه بمقر الوزارة بوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشهد اللقاء مناقشة مشروع إنشاء 3 مراكز للتميز بالجامعات المصرية في مجالات الزراعة والمياه والطاقة بتكلفة تقديرية تبلغ 90 مليون دولار. أعلن رئيس الوزراء المكلف وزير الإسكان بحكومة تسيير الأعمال مصطفى مدبولي إطلاق فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار كل نقطة تفرق، لهدف نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك ورفع الوعي المائي للمواطنين. وأكد الوزير أهمية الحد من الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تسهم في إهدار كميات كبيرة من المياه، موضحا أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة ملحة في ضوء النمو السكاني المتزايد مع ثبات حصة مصر السنوية من مياه النيل. أعلنت وزيرة السياحة رانيا المشاط عن أهم محاور الحملة الترويجية التي ستقوم بإطلاقها الوزارة مع بداية مباريات بطولة كأس العالم الحالية في روسيا. وأوضحت المشاط في مؤتمر صحفي أن تواجد مصر من خلال حملة مصر اكتشف واستثمر كراع إقليمي إفريقي رسمي لكأس العالم سيكون مصدر دعم للمنتخب الوطني في مبارياته من خلال الحملة الترويجية التي سيتم إطلاقها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال أكبر حدث رياضي عالمي إظهارا لوجه مصر المعاصر. تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب لوجينيكي بالعاصمة الروسية موسكو لمتابعة مباراة افتتاح بطولة كأس العالم بين روسيا والسعودية في تمام 5 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم أيضا منتخبي مصر وأوروغواي، حيث ستقام مباراتهما في الثانية ظهرا غدا الجمعة. قال سفير دولة الإمارات في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمعة مبارك الجنيبي إن تحرير ميناء الحديدة الساحلي سيشكل ضربة قاضية للميليشيات الحوثية التي تستخدمه لجميع الأعمال غير المشروعة، ويقطع شريان إمدادها بالأسلحة الإيرانية التي تستخدمها ضد الشعب اليمني. مؤكدا في تصريحات صحفية أن عملية تحرير ميناء الحديدة ذي الأهمية الاستراتيجية جاءت بناء على طلب من الحكومة اليمنية الشرعية، واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى الميناء، بما يسهم بشكل كبير في تخفيف آثار الأزمة الإنسانية في اليمن، إضافة إلى إعادة الزخم إلى العملية السياسية المتوقفة حاليا. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها أثناء مشاركته في المسيرات السلمية جنوب قطاع غزة، حيث ذكرت وزارة الصحة بالقطاع في بيان لها أن الشاب أحمد العاصي 21 عاما استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها في الرأس شرق خان يونس قبل عدة أيام، ليرتفع بذلك أعداد الشهداء منذ 30 مارس الماضي إلى 136 شهيدا
في غزة والضفة، فيما أصيب أكثر من 15,000 آخرين. أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عقد اجتماع بين كونتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا بعد محادثة هاتفية بينهما. وكان كونتي يفكر في إرجاء زيارته إلى فرنسا وسط خلاف دبلوماسي بعد إغلاق إيطاليا موانئها أمام سفينة إنقاذ مهاجرين قبل أيام. وقال البيان إن ماكرون وكونتي تحدثا هاتفيا، وإن ماكرون لم يتعمد الإساءة لإيطاليا أو شعبها. إذن مشاهدينا، ختام الموجز، إلى اللقاء.